السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بدي أتكلم عن مرضى السكر في شهر رمضان. مريض السكر في شهر رمضان يعاني معاناة الله العالم فيها. جزاه الله خير أنه بيحاول أنه يقيم هذا الركن من أركان الإسلام ويجتهد حتى يتم صيامه فيه، ولكن على الجانب الآخر بيعاني من مشكلة هبوط السكر بشكل مفاجئ، ومشكلة لخبطة أدوية تعديل السكر في الجسم. وعادة مرضى السكر ما في جسمهم قانون ينظم السكر بحيث أنه لو ما أكلت في فترة معينة يكون السكر منتظم. في مرضى انقطاع الأكل فترة طويلة يزود نسبة السكر في الدم بسبب زيادة نسبة تكسير الدهون الموجودة في الجسم وتحولها إلى سكريات، وبسبب اختفاء الإنسولين أو عدم وجود الإنسولين في الدم يصبح نسبة السكر الموجودة في الدم عالية جدا، فتؤدي إلى ارتفاع السكر وقد تؤدي إلى لا قدر الله إغماءة السكر وتؤدي إلى الوفاة. على الجانب الآخر في مرضى أكلوا قليل في رمضان ويأخذ جرعة الإنسولين أو أخذ دواء الإنسولين تبعه وأصبح السكر في الدم أقل من المستوى الطبيعي، أقل من 80 ميلي جرام للديسيلتر، فيصبح عنده هبوط حاد في السكر وقد يؤدي لا قدر الله إلى إغماء ثم إلى الوفاة. كيف يتصرف مريض السكر في هذه الحالة؟ طبعا قبل كل شيء، قبل ما يبدأ رمضان أرجوك توجه إلى طبيب العائلة أو طبيب السكر وتحدث معه عن مشكلتك وهل يجوز لك طبيا أن تصوم أو لا. إذا الطبيب لم يرخص لك عن الصيام فيا أخي في بدائل عن الصيام قد تقوم بها وتساعدك، والله سبحانه وتعالى ما هواش جبار على عبيده، هو رحيم بعبيده. الله سبحانه وتعالى يعطي عبيده رخص لكي لا تتأثر أجسامهم ولكي لا يتضررون. لم يأتي الصيام لكي يضرنا، وإنما أتى الصيام لكي ينفعنا، ويجب أخذ بعين الاعتبار إن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى فرائضه. الله قال لك يا أخي إذا أنت مريض لا تصوم، إذا في بديل، ممكن أنك تدفع صدقة عن كل يوم وهذا شيء بديل، أو إذا أنت في وقت معين استطعت أنك تسيطر على الموضوع بشكل أقوى تعوض الأيام اللي أنت أفطرتها في شهر رمضان. إذا هنا إذا طلب منك الطبيب أنك تفطر أفطر، وهذا لا نقاش فيه، لا يمكن أن يكون من أهداف الصيام قتل المسلمين. أهداف الصيام هي تزكية النفوس، تطهيرها، الإحساس بالجوع، الإحساس بالعطشة في دول أخرى، الإحساس بنعمة الأمن والأمان والوصول إلى الأكل والشرب وممارسة الشعائر الدينية في بلادنا في حرية كاملة. هذا لحاله في شهر رمضان نعمة كبيرة نشكر الله سبحانه وتعالى عليها ليلا ونهارا. مسلمين آخرون في دول أخرى مش يخجل بل لا يتجرأ أن يظهر حتى دينه، فقولوا الحمد لله. ويا مريض السكر إذا أنت صمت قلت لا أنا حصوم، طيب صوم عسى ربنا يتقبل منك، لكن خذ في اعتبارك الآتي: واحد، إذا هبط عليك السكر في وسط اليوم خلي في جيبك دائما قطع سكر العنب أو قطع حلوة، أي حلاوة خليها في جيبك دائما جاهزة. مجرد ما تحس انه جسمك بدأ يعرق شديد ورجفان في جسمك لا تنتظر، خذ على طول حبة السكر العنب او الحلاوة او اي شيء حالي في جسمك على طول ابلعه وجهز السكر وقيس سكرك في الدم. اذا كان السكر عالي جدا هذه ما حتضرك ولا حتسوي لك شيء، مضطر انك تروح المستشفى ويعطوا لك حقنه الانسولين اللي هي عن طريق السكر، او اذا كان السكر منخفض فانت تصرف صحيح واخذ سكر العنب حتى يرفع لك السكر وما تدخل في اغماء على قدر الله. فهنا العلامه اللي تعطيك انطباع انه انا لا لازم اكسر صومي: عرق شديد، رجفان في الجسم، ودوخه. هذه الثلاث علامات يا مريض السكر اللي ظهرت عليك في نهار رمضان افطر فورا وافطر على قطعة السكر اللي موجودة في جيبك، خليها دي دايما جاهزة في جيبك. ومر عليك اليوم وما حصل معك شيء، فضل من الله ونعمة. بعد الافطار او قبل ما تبدأ تفطر قيس سكرك، تمام، عشان تتأكد لما تفطر على ايش. انت مش ملزم ومو ضروري لازم تفطر على تمر ولبن. اذا سكرك عالي التمر واللبن حيزود لك المشكلة، حيزيد الطينة بلة، فافطر على اشياء اخرى لا تحتوي على حلا، او افطر على نوع من التمور اللي هو التمور اللي سكرها
قليل جدا او غير محتوي على السكر. لا تحضرني الاسماء الان، لكن توجد تمور رايتها في بلدان عربيه، رايتها في تونس والجزائر ايضا موجوده، وكلمني احد الاخوه العراقيين انه موجود عندهم نوع من التمور ليس فيه سكر ابدا، تؤخذ وما في ان شاء الله عليها شيء. ما ادري اذا في دول الخليج موجوده او لا، ممكن تسالوا اهل البلد اعلم بذلك، او اختار شيء ثاني يفطر عليه شيء اخر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تفطر بتمر فإن لم تجد فلبن، فإن لم تجد فماء، فشربته ماء، شرب مويه يا أخي. وزي ما قلت بعد الإفطار بساعتين تقيس السكر ثاني مرة، وعند التراويح تقيس السكر ثالث مرة. خليك حريص على قياس سكرك في رمضان عدة مرات حتى تنضبط معاك الأمور. إذا كنت من المرضى اللي بيأخذوا الإنسولين، طبعا في رمضان حيكون أخذ الإنسولين بعد الإفطار لا ينصح أخذه بعد السحور. وإذا كنت من النوع اللي بيأخذ الحبوب، طبعا مضطر أنك تأخذه قبل الإفطار وقبل السحور، دائما قبل الأكل. حبوب الإنسولين دائما قبل الأكل بربع ساعة. إذا أنت مضطر أنك تأخذ الاثنين الإنسولين والحبوب، فمضطر أنك تأخذ الإنسولين، تحاول تسيطر على الإنسولين يكون في فترة اللي هو الإفطار والتراويح. بعد التراويح حاول تتجنب، أو قريب للسحور حاول تتجنب الإنسولين، لأنه حيجي عليك الصيام وممكن الإنسولين يهبط لك السكر الأخير. الحركة طبعا لمريض السكر سواء أثناء الصيام أو أثناء الإفطار مهمة جدا. أكيد أثناء الإفطار أهم، مفضل إلا أنه يوجد في رمضان صلاة التراويح، من الفرص الرائعة والجميلة جدا أن الواحد يتحرك فيها بشكل صحي وبشكل ممتاز جدا، وتساعد في حرق السكر. حاول تكون تقضي مشاويرك بعد الإفطار دائما مشيا على الأقدام، تجنب استخدام السيارة واستخدام المواصلات المتحركة، حاول تستخدم أرجلك. حاول أن يكون يومك بعد الإفطار مليء بالنشاطات، وقبل الإفطار تكون صاحي وواعي لجسمك شو بيحصل فيه. مجرد ما تظهر عندك الثلاث علامات مرة ثالثة، عرق شديد، رجفان في الجسم، ودوخة، سكرك في جيبك كله على طول، ما تنتظر، ولعل الله سبحانه وتعالى أراد لك بذلك الخير. أرجو من العلماء أن يصححوا كلامي، إذا أفطرت هذه اللحظة بسبب مرضك، أنت من حقك أنك تعوض هذا اليوم في يوم آخر بعد رمضان، أو أنك تطعم بدله مسكين، والله أعلم. لكن أتحدث من جانب طبي، أرجوك يا مريض السكر، أرجوك لا تنتحر، لا تنتحر ولا تخاطر بحياتك. الله سبحانه وتعالى حريص عليك أكثر من نفسك. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.